بسم الله الرحمن الرحيم. سيداتي آنساتي سادتي أعزائي أحبائي في كل مكان، طيب الله أوقاتكم بكل خير. مشاهدينا متابعينا مستمعينا من كل أرجاء الوطن العربي الكبير، هنا من أرضية استاد الجيش ببرج العرب، النادي الإسماعيلي يستضيف النادي المصري هنا في ديربي القناة الكبير، هذا الديربي الممتد لسنوات ولأعوام، الديربي الذي يدخل في مباراة اليوم ويحمل في طياته 125 مباراة ما بين كلا الفريقين منذ تأسيس الناديان العريقان النادي الإسماعيلي والنادي المصري، في مباراة منتظرة من جانب الكابتن أيمن الجمل ومن جانب الكابتن حسام حسن المديرين الفنيين لنادي الإسماعيلي وللنادي المصري هنا من أرضية استاد الجيش ببرج العرب. الإسماعيلي في مباراة النهاردة بأمال وطموحات من أجل استمرار أداء رائع يقدمه مع الكابتن أيمن الجمل الذي يقدم أداء مميزا منذ بداية تولي لهذه المهمة بالنسبة للنادي الإسماعيلي. الديربي اللي بيحمل في تاريخه 125 مباراة على مستوى الدوري والكؤوس، والمواجهة رقم 119 في التاريخ الدوري المصري ما بين النادي الإسماعيلي والنادي المصري. على يمين الشاشة بالتيشيرت الأصفر والشورت الأزرق هو النادي الإسماعيلي، وعلى اليسار بالأخضر الكامل هو النادي المصري. لمن أراد الديربي بالصوت العربي الشجي فمعاه على الصوتية الثانية زميلي العزيز هشام معمر، وهنا على الصوتية الأولى تحياتي بلال أحمد علام معلقا وواصفا للقاء اليوم ما بين النادي الإسماعيلي والنادي المصري. لكن تنزل في وسط الملعب، لمسة المرة دي من جانب عماد حمدي عند عمر الوحش اتقطعت، وصلت لإلياس الجلاصي لكرة طويلة أمامية حلوة حلوة، جريندو 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 جريندو، والهدف الأول للنادي المصري، الهدف الأول للنادي المصري. يا جماعة إلياس الجلاصي ملوش حل، إلياس الجلاصي ملوش حل، إدى ثرو باص من مكان بعيد عند جريندو اللي حطها تشيب باص من فوق حارس المرمى بأول أهداف المباراة. إلياس الجلاصي يصنع وجريندو يسجل. يا ولد يا إلياس يا جلاصي، هو في كده يا جماعة ما شاء الله، هو ده اللي اسمه الباص عيون اللي بالعين كده لمحوا ولقبلوا الكورة. إلياس الجلاصي بينية حلوة عند جريندو، طلع كوكو لكن كان حطها له من فوقه، أول أهداف المباراة، تقدم لمصلحة النادي المصري هنا في ديربي القناة، الديربي أخضر 1-0. جريندو يسجل الهدف الأول في الدقيقة 8، لكن إلياس الجلاصي الله أكبر عليه يا جماعة، يعني من غير ما يبص، يعني يقول لك باص عيون، يعني وهو مودي وشه الناحية التانية حط الكورة بينية روعة نزلت بالمقاس عند جريندو وكأنه ضابط ارتفاع، يعني مدافع النادي الإسماعيلي يأمن على الهدف حمادة القلاوي. وجاد عمال بيظبط حائط الصد، هنشوف هتتلعب ازاي، وترقب وحذر، ومحمود جاد عمال بينادي على لاعبته، وهنا الكره من مدبول، يا ولد يا ولد يا ولد، تسديده في الزاويه الضيقه اليمين لكنها مرت الى خارج ارضيه الملعب والى ضربه مرمى، مرت لخارج الملعب والى ضربه مرمى. حماده ابو بكر المحترف الجزائري، والكره الى ضربه مرمى لمصلحه النادي المصري. تتلعب الكره طويله، محاولة أمامية عند جريندو لكن تنزل، الفوارق اللي ظهرت له لو باهر كان موجود ما كانش ممكن يلعب بالثلاثة، لكن هي طبعا يعني قراءة تحسب لأيمن الجمل، والكورة عن طريق إلياس الجلاص مرة تانية حلوة 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 يا ولد يا جريندو، حلوة الكورة والبينية روعة من إلياس الجلاصي عند جريندو، ولكن التسديدة مرت إلى خارج الملعب وإلى ضربة مرمى. شوف جريندو بيلعب الكرات دي حلوه قوي ورا دفاع النادي الاسماعيلي، الياس شوف الياس وجريندو بيتحرك رائع ورا محمد نصر، المشهد اللي جه منه الهدف لكن المره دي كانت متطرفه على الجانب الايسر، وبتسديده مرت عاليه لخارج ارضيه الملعب. تنزل عند باسم مرسي، ياس زيمكا يقطع عند محمد فوزي اللي يرجع لعمرو موسى، مع الكوره عمرو موسى، اهين البدايه مره تانيه لكره اماميه يتوجع لكن من قدامه محمد هاشم بيقطع عند عبد الرحيم دغموم لعمرو السعداوي، دغموم
قطعت منه وردت المرة دي سريعة. ياو أنور ياو ياو، لكن ما فيش قدامه مساحة. رجع عند عمر الوحش من اليمين، عمر هيئ الكورة عرضية لكن ما فيش أي حد يعني متابع معاه على حدود المنطقة. وصلت عند جريندو سريعة لإلياس الجلاصي، استلم شوب بيدوروا عليه في كل حتة في الملعب إلياس الجلاصي، لأنه اللعيب اللي بيمتلك الحلول اللي عندهم. وفيها صفارة على الدايرة وخطأ ضربة حرة لصالح نادي المصري. أمامنا هي الكرة من إلياس الجلاصي في اللقطة الماضية. تتنفذ ازاي؟ صالح جمعة يلعب الكرة، صالح جمعة يلف واحدة عالية جوه منطقة الجزاء بإبعاد من دفاع النادي المصري إلى مرتدة سريعة. إيتوجا مع الكرة، إيتوجا إيتوجا يلعبها بوجه القدم عند إلياس الجلاصي، راح إلياس راح إلياس راح إلياس، والمرة دي بقى كوكو يتصدى للكرة بامتياز عشان تطلع لخارج أرضية الملعب وإلى ضربة ركنية حلوة من إيتوجا إلى إلياس الجلاصي. مش قصده مش قصده يا إلياس، صدقني هو عايز يطلع الكرة جت فيك. وشوف هنا بقى يعني تدخل كده فريد شوقي. خلاص يا ولدي عدت على خير يا ولدي خلاص، لكن هنشوف الحكم هيقول ايه. شوف هنا الكرة اللي جوه منطقة الجزاء وعماد أبو بكر في الكرة المشتركة مع أحد لاعبي النادي الإسماعيلي واللي كانوا بيطالبوا فيها بركلة الجزاء. لكن يا ولد يا إيتوجا إيه وش الرجل ده يا جماعة؟ لكن شوف إلياس الجلاصي راح وشاط صدها كده حارس المرمى محمد كوكو. وهنا بعد ما رجعت تشوف صالح جمعة عايز يشوط خبطت فيه إلياس الجلاصي. بنادي عمر الوحش كابتن حمادة القلاوي بيقول لهم محدش يتكلم معايا تاني، يصفر هيقول ايه بقى. دايما كده ديربي القناة بيبقى فيه شد وجذب. يقول العب ضربة ركنية لمصلحة النادي المصري، اتلعبت قصيرة لإلياس يلف العرضية المرة دي، ولكن دفاع النادي الإسماعيلي نزلت لتسديدة ولكن تصدي من دفاع النادي الإسماعيلي. محاولة يز يمكا يلعب الكرة تخبط، عايز ياخدها لعيبة الإسماعيلي ولكن رجع إلياس الجلاصي وضربة مرة لكرة عالية ويصفر مع حمادة القلاوي، معلن انتهاء شوط اللقاء الأول بتقدم النادي المصري بهدف وحيد في الدقيقة الثامنة عن طريق محمد عبد اللطيف جريندو. شوط لقاء أول من الديربي انقضى على أمل إثارة ومتعة وأهداف في شوط اللقاء الثاني. الكابتن حمادة اللي كان في شوط اللقاء الأول يعني أنظر من النادي المصري إسلام أبو سليمة وأنظر يزي مكة. شوط اللقاء الثاني يبتدئ بصافرة من الحكم حمادة القلاوي على يسار الشاشة. الإسماعيلي صاحب الأرض في مباراة اليوم بالتشيرت الأصفر والشورت الأزرق، وعلى اليمين بالأخضر الكامل النادي المصري. تحويلة عند جريندو مع الكرة، جريندو عرضية حلوة جوه المنطقة عند السعداوي، ولكن يطلع بقى حارس المرمى محمد كوكو ياخد الكرة. هنا اصطدام ما بين الياس الجلاصي وما بين عمر الوحش، وانذار برضو على الياس الجلاصي ولا انذار على اي لاعب من نادي الاسماعيلي. انذار هو على الياس الجلاصي في الدقيقة 59. عندك الانذار الاول اسلام ابو سليمة، الثاني يزي يمكا، الثالث عبد الرحيم دغموم، الرابع عماد ابو بكر، والخامس الياس الجلاصي. تبقى في اقصى الطرف الايمن عند اسلام ابو سليمه اللي اتقطعت الكره منه وبقت المره دي مرتده وفيها انذار. اسلام ابو سليمه عنده انذار في الدقيقه 28، هل هيدي انذار ولا ايه؟ طرد، هنا طرد على اسلام ابو سليمه. عنده انذار اسلام ابو سليمه في الدقيقه 28 وبالفعل طرد على اسلام ابو سليمه. طرد على اسلام ابو سليمه، الانذار الثاني اهو في الدقيقه 69، يبقى انذارين حاله طرد على النادي المصري على اسلام ابو سليمه. قلت لك هنشوف جيم مثير واكشن مثير في الدقائق القادمه، وهنا طرد على النادي المصري على اسلام ابو سليمه. قدامنا هنا الشبراوي هو اللي كان قطع الكوره، والتدخل من اسلام ابو سليمه وحاله طرد كده. النادي المصري هيلعب ناقص واحد. محسن مع الكرة، احمد محسن، احمد محسن يوسع لنفسه ويعدي، احمد محسن يمرر الكرة عند صالح جمعة للمسة مرة تانية لمحسن، يهيأ لشواط يا ولد، شاطها حلوة في راس لكنها على يسار جاد والى ضربة مرمى. ضربة مرمى ما وصلنا في الدقيقة 79، ادي الكرة من فراس ولكنها على يسار الحارس
والى ضربه مرمى. شوف اقول لكم على حاجه، اربي القناة سيبتسم للنادي المصري، وبالفعل درب القناة يبتسم للنادي المصري اللي يحقق الانتصار في مباراة اليوم ويصل الى النقطة رقم 11. الف الف مليون مبروك للنادي المصري، حظ اوفر للنادي الاسماعيلي في العيد القومي لبورسعيد الذي كان بالامس. لاعب المصري يهدون فوزا الى جماهير بورسعيد بانتصار تحقق في شوط اللقاء الاول بهدف وحيد، الهدف حضر في الدقيقة الثامنة عن طريق محمد جريندو ليرتفع رصيد النادي المصري الى النقطة رقم 11 ويتوقف رصيد النادي الاسماعيلي كما هو عند 6 نقاط. مشاهدينا الاعزاء، ارجو ان اكون قد وفقت من الله عز وجل. هذه تحياتي بلال احمد علم، القاكم دائما على الخير، دمتم في رعاية الله وحفظه، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.